النهارده بقى الشباب ما عادش فينا الفات تاني، الحمد لله. كفايه. بس طبعا مفيش نرفات، بس في شرايين. في شرايين تاني. تعال واحده واحده كده، وجايز النهارده نحط اساس كبير قوي للحصه الجايه. يعني جايز الحصه الجايه الامور تبقى بسيطه خالص لو حطيت اساس كويس الحصان. تعال نشوف ازاي. واحد، انا رسمت عظمه الهيوم راسها. الشعب كله يعرف ان تحت عظمه الهيوم راس في عظمتين، عظمه اسمها ريدياس وعظمة اسمها قمر المفروض تترسم هنا. طب هو انا اعرف ميديال من لاترال ازاي؟ اظن كده في 5000 طريقة. واحد، اتفقنا الحصة اللي فاتت ان الكرة دي اللي انا معش عارف اسمها بتبقى لاترال. بلاش وجود عظمة الريدياس نفسها تقول ان ناحية الريدياس ايه يا جماعة؟ لا، اتفقنا. اعلى حتة في العظمة بتبقى الراس، وفعلا في مرحلة من المراحل عرفنا ان دي الراس بتاعت عظمة الريدياس. جرت العادة ان تحت الراس الرقبة، النيرو. يبقى اما اقول الحتة دي اسمها ايه؟ تقول لي اسمها هيد. طب الحتة اللي بعد الهيد اسمها ايه؟ تقول لي النك بتاعت عظمة مين يا جماعة؟ الرجز. نكمل. هو الشباب صحيح لو انا رسمت عظمة الهيومرس دي يبقى دي منطقة القرن ولا الفور أرن؟ طبعا القرن. واظن في المرحلة اللي فاتت جبنا سيرة شريان موجود في القرن، مفيش غير شريان اسمه بريكيا الارتر. البريكيا الارتري اهو، اما خدناه في الترم الاول خدنا عنه معلومات انا نسيها. حاول تفتكر معايا. واحد، وهو نزل، واضح انه هو نزل بيحدث ناحية الميديال ولا اللاترال؟ اللاترال. يعني رايح ناحية عظمة مين يا جماعة؟ الريديوس. اهي. طب حد يقدر يقول لي كوني رسمته كده يبقى قدر يوصل لأي حتة في الريديوس بالظبط؟ انك قصاد عينك البريكيا الارتري اهو، قدر. ده مش قدر يخلص، ده هو فعلا بينتهي. بينتهي عند الرقبه بتاعت عظمه مين يا جماعه؟ الريدياس. وما تنساش المفروض ارسم هنا عظمه مين يا جماعه؟ الارنب. تعال نفتكر كان بيخلص ازاي. أول ما بيخلص كان بينقسم حتتين، حتة تنزل على عظمة الريدياس أهي، وحتة تروح لعظمة الألما أهي.
وطبعا هسمي الشريانين على اسم العظمتين اللي ناحية الريدياس يبقى اسمه ريديا الأرتري، واللي ناحية الأرنا يبقى اسمه أرنا الأرتري. هما دول اللي أنا هاخدهم الحصة دي والحصة الجاية. يبقى المسألة أي واحد فيهم بيطلع منين؟ طب ما الإجابة عنه. الاتنين يعتبروا التيرمينال برانشز، يعني البرانشين النهائيين بتوع شريان اسمه بريكيال أرض. والكلام ده لازم تقول بيحصل فين بالظبط؟ بيحصل عند الرقبة بتاعت عظمة مين يا جماعة؟ الريدياس. طب لو سمحت قارن البرانشين ببعض، الريديال أرتري والألنر أرتري الاتنين مين أكبر من مين؟ طبعا واضح ان الالنر اكبر من الريديا. شفتوا يا جماعه الالنر مشي الاول حته ازاي وبعد كده نزل؟ طب مين شاطر يقول لي لو حد سالك هو الريديا الاكبر من الالنر ليه؟ سوري، الالنر اكبر من الريديا ليه؟ تقول له الاجابه. عارفين يا جماعة لو البريكيال وهو نازل كان بينزل ميديالي كده، والله العظيم ساعتها بقى الألنر الصغير والريديال الكبير. إنما كمنه نازل لاترالي ناحية الريدياس، الريديال طلع بسهولة، طلع على طول، عشان كده قصير صغير. انما بص الالنر اضطر يعمل ايه؟ اضطر الاول يمشي حته كبيره وبعد كده نزل. عشان كده لازم الريديال يبقى صغير والالنر يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى انا عرفت الريديال والالنر بيطلعوا فيه. لو سمحت خد اخر لقطه قبل ما اشيل الرسمه. اظن يا جماعه مش محتاج اقول ان الريديال ارتري ناحيه اللاترال والالنر ارتري ناحيه ايه يا جماعه؟ الميديال. متفقين يا شباب؟ شكرا. نشيل الرسمه. اوعى تفوت اللي انا هقوله دلوقتي، والله العظيم تخسر الحصتين، الحصه دي والحصه الجايه. لو فوتت المرحله دي يبقى بقيت الحصه في الفاضي. دلوقتي يا جماعه انا معايا شريان اهو، اسمه ايه؟ مالكش دعوه اسمه ايه. هل في مانع ان الشريان يدنه نازل؟ طب ما هو نزل اهو، مش حاجه تمنع خالص. طب وبعدين؟ هل في حاجه تمنع ان الشريان اول ما جه يخلص عمل قرش، عمل قوس، عمل كيرف، عمل جزء منحني؟ مفيش حاجه تمنع خالص. اي شريان في الدنيا لو حب بعد ما ينزل يعمل حاجه في صوره ايه يا جماعه؟ قرش. تتصور ان في شرايين كتير بتعمل كده؟ وعشان كده ربنا بيخلق في منطقه ايدينا اربعه قرشس لازم تعرفهم كويس قوي ونذاكرهم
في صورة جدول كمان. لو سمحت تاخد اخر لقطة في منع يا جماعة ان اي شريان، هو انا عرفت اسم الشريان ده ايه اصلا؟ اي شريان اما يجي يخلص في حاجة تمنع ان يعمل كيرف يا جماعة، ان يعمل قرش، ما يعمل اهو. قلت لك ايد سعادتك ربنا بيخلق فيها أربعة أرشس، لو سمحت تعالى نذاكرهم ونشوف بيتعملوا ازاي. رحت جاي راسم جدول اهو، هنسيب الجدول طول الحصة مانيش شايله. قلت لك ربنا بعظمته بيخلق أربعة أرشس، تعالوا نكتب أسماء الأربعة أرشس هنا يا جماعة كخطوة أولى. حد فاكر التمن عظمات القصيرين الصغيرين اللي ربنا بيخلقهم هنا في منطقة الريست كان اسمهم ايه يا جماعة؟ كربن. طب السطح اللي انتوا باصين عليه دلوقتي اسمه بالم، طب السطح اللي ورا ده اسمه ايه؟ درسم. مش ده الاتفاق يا جماعة؟ افرض ربنا خلق قرش قدام الكربل دول على طول، يعني هنا هو لما يبقى قدام الكربل يبقى ناحيه البلم ولا الدرسم؟ البلم. عشان كده انسب اسم للقرش بلمر كربل قرش، مفيش منطق اكتر من كده في الاسم. ما دام قدام الكربل سميته كربل، وما دام قدام الكربل يعني ناحيه البر سميته برمر. ايه يا جماعه؟ كربل. انت تعرف مين اللي بيكون القرش ده؟ يعلم الله. معرفش. نكمل. افرض لقيت قرش زيه بس المرة دي ورا الكربل بول، اسميه برضو بلمر كربل ولا درسل كربل؟ درسل كربل. اهو درسل كربل قرش. هو احنا متفقين ممكن نلاقي في منطقة ايدينا كم قرش يا جماعة؟ أربعة. عارف الاتنين اللي فاضلين فين؟ الاتنين موجودين في إيدي هنا، يعني ناحية البطن. طب ما هو كده يا دكتور هتضطر تسمي الاتنين بلمر. طب ما أنا كده مش عارف أفرق بين واحد. ربنا بيخلقه في البطن وتحت الجلد على طول. هو انا يا جماعه لو تحت الجلد على طول يبقى اسمي ديب ولا سوبرفيشال؟ القرش الثالث اسمه سوبرفيشال بلمر قرش. حقي القرش الرابع برضه موجود في البر، يبقى برضه اسمه برمر، بس المره دي ما بيبقاش تحت الجلد، ده بيبقى مستخبي تحت العضلات اللي في البر. هو انا يا جماعه لو تحت عضلات مستخبي ابقى سوبرفيشال ولا ديب؟ ديب. وساعتها نسمي القرش ديب با
بالمرأة. بس أنا يا دكتور كده معرفتش أماكن الأرشص بالمسطرة. أه والله معاك حق. هو أنا قلت لك الأرشص دي فين بالظبط؟ أنا حتى آخر اتنين قلت لك في البطن وسكت. طب ما جايز يا حبيبي في البطن هنا. ما جايز في البطن هنا. ما جايز هنا. ده كل ده بطن. هنعرف فين بالظبط الحصة الجاية. إنما الحصة دي أنا عرفت أسماء الأربعة أرشس. كل الشعب يسمع أساميهم لو سمحتوا. أنا أوصف وأنت حاول تقول الاسم. هو أنا يا جماعة لو لقيت أرش قدام العظم اللي اسمه كربل أسميه إيه؟ بالمر كربل. طب لو في ظهر العظم أسميه إيه؟ دورسال كربل. طب لو لقيت قرشين موجودين في البطن ساعتها سمي الاتنين بالمر. طب نفرق بينهم ازاي؟ لو لقيت واحد في البطن وتحت الجلد على طول اسميه ايه؟ سوبرفيشال بالمر. طب ولو لقيته مستخبي تحت عضلات البطن اسميه ايه؟ دي بالمر. اذا أنت تعلم أسماء أربعة أرشس بس ما تعرفش مين الشرايين اللي كونت. أضحك عليك. وأنت عرفت أماكن الأرشس تقريبا. أنا ما قلتش بدقة، بقول لك تقريبا. أقول اللي هيكون الأرشس دي البريكيال أرتري اللي كان في الأرض اللي كان بيخلص عند عظمة الريدياس. لا طبعا. طب حد فاكر في اول الحصة هو البريكيا لما خلص انتهى بانقسامه ليه؟ لريديال والنر. طبعا الريديال ارتري يمشي تقريبا على عظمة الريدياس، والالنر تقريبا يمشي على عظمة الالنر، يعني بيوصلوا تحت. يبقى جايز يكونوا الأرشس. يبقى أول احتمال احتمال الأرشس دي تبقى طالعة من شريان اسمه ريديال أرتري. احتمال تبقى طالعة من أخوه اللي اسمه ألنر أرتري. احتمال برضه انا لسه مش مذاكر معرفش. الاحتمال التالت من رائع يولي المسافه اللي كانت بين عظمه الريدياس والألنا كان فيها غشاء اسمه ايه؟ انتر اوسياس ممبرين. لو ربنا خلق شريان مشي قدام الممبرين يبقى طبعا اسمه انتيريور انتر اوسياس ارتر. انت تعرف هو طالع منين؟ معرفش. ولا هتعرف الحصه دي اصلا طالع منين. انما انا بقول لك اضعف الايمان لقيت شريان قدام الممبرين يبقى بسميه انتيريور انتر اوسياس ارتري. فعلا الاربع ارشاد دول طلعوا نزلوا لا يطلعوا من الريديال لا يطلعوا من الأنر لا يطلعوا من شريان. قدام الغشاء كان اسمه ايه يا جماعة؟ انجينيور انتر اوسياس. ومعاك حق، انت ما تعرفش هو بيطلع من ايه لغاية دلوقتي. هو يا جماعة ادي شريان نازل
وعمل قرش اهو. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وادي شريان نازل تاني اهو بالمنظر ده كده. الاثنين ساهموا في تكوين نفس القرش ولا لا؟ يعني ممكن القرش الواحد يتكون عن طريق اكتر من مين يا جماعه؟ من شريان. ما تجيش تقول لي لا بقى كل قرش شريان وخلصنا. مين اللي قال كده؟ ممكن القرش الواحد يتكون من اكتر من ايه يا جماعه؟ من شريان. يلا نشتغل. من شاطر يقول لي هو القرش الاولاني اسمه ايه وكلنا مع بعض؟ بالمر كربل. قرش اسمه بالمر كربل ليه؟ عشان قدام الكربل يعني ناحيه البر. احتمال القرش ده شريان مين او مين او مين يكونه؟ لا ريدي، لا المر، لا انتيريور انتر اوسياس، او ممكن يبقى انتاج مشترك بين الشرايين وخلاص زي ما انا قلت دلوقتي. وده فعلا اللي حصل. القرش ده انتاج مشترك من الريديا والألمر والانتيريور انتر اوسياس. هتقولي ازاي؟ كل واحد هيطلع برانش اسمه على نفس اسم القرش والتلاتة يعملوا مع بعض انستوس تشابك. احنا قلنا البرانشات لازم تطلع على اسماء الايه يا جماعة؟ القرشس. طب ما انت كده عرفت ان التلاتة بيطلعوا برانش اسمه ايه يا جماعة؟ بالمر كربل. عشان لما اخد البرانشات دلوقتي يبقى انت عرفت عن طريق مذاكرة القرش ان التلاتة بيطلعوا برانشات على نفس اسم القرش، يبقى البرانشات كلها تستحق لقب ايه يا جماعة؟ بالمر كربل. يلا ندخل على اللي بعديه. هو القرش اللي بعديه اسمه ايه يا جماعة؟ دورسال كربل. اول شريان في الجدول اسمه ايه؟ ريديا. هيشارك فيه صح. اللي بعديه اسمه ايه؟ الله. هيشارك مظبوط. طب اللي بعديه اسمه ايه؟ انجيريو. بيشارك اهو. استناني بقى. يبقى المفروض اركز معايا. المفروض التلات يطلعوا برانشات على نفس اسم القرش. طب ما تيجي نقول اسم البرانش كلنا ما سوا. هو كده يا جماعة منتظر ان الريديال يطلع برانش اسمه ايه؟ دورسال كربل. طب منتظر ان الالمر يطلع برانش اسمه ايه؟ دورسال كربل. كده الانتيريور انتر اوسياس مع انه قدام. صحيح ازاي قدامه هيطلعه؟ هنشوف. منتظر انه يطلع برانش اسمه ايه يا جماعه؟ دورسال كربل. انسى انسى. طب ما هو معنى يا دكتور ان ده ما بيطلعش برانش على نفس اسم القرش يبقى ما بيشاركش. يبقى المفروض تخليه غلط بقى يا دكتور مش صح. والله العظيم بيشارك. طب يا دكتور ما انت بتقول ما بين. هو يا جماعه بيشارك بنفسه. ممكن باباك يبعتك مشوار تحضر فرح مكانه تعزي مكانه
ما انت برانش منه. انما ممكن باباك يروح بنفسه وساعتها مفيش داعي انه يبعتك، يبعتها تروح انتوا الاثنين فرحه. واحد كفايه بيسد على الاسره وخلاص يا جماعه وخلصنا. او ده اللي حصل. هو انت عشان تشارك لازم تطلع برانش؟ لا، ممكن اروح بنفسي وهنشوف دلوقتي وابقى شاركت برضه. يبقى لو سمحت في الجدول تحط علامة صح وتكتب بنفسه. اوعى تخليه يطلع برانش على نفس اسم الايه يا جماعة؟ القرش. لا لا شباب، مش عايزك تطلع بره تركيزك. يلا نذكر القرش الراء التالت يا جماعة. واحد اسمه ايه القرش التالت يا شباب؟ سوبرفيشيال بالمر قرش. اول شريان هيشارك في القرش يبقى بيطلع برانش على نفس اسمه. اتنين، الشريان اللي بعد كده اسمه المر. ايوه بيشارك بس ما بيطلعش برانش على نفس اسم القرش. امال يا دكتور بيشارك ازاي؟ بنفسه. ده مش بيشارك وبس، ده هو المكون الاساسي اهو. لا يا جماعه انا سامع صوت كده، عارف انه بره. حد يقول لهم كده في ثانيه بعد اذنكم لو سمعتوا الصوت. يبقى دلوقتي يلا يا شباب، ها في فرق يا جماعه ان انا شارك بنفسي ده احتمال، او ان انا اطلع فرع على اسم القرش. وهحفظها لك دلوقتي بطريقه اسهل من كده. يلا يا شباب، يبقى في القرش التالت ايوه شارك ودى برانش على اسم القرش. انما القرن ايوه شارك بس ما طلعش برانش. ليه؟ لانه هو المكون الايه يا جماعه؟ الاساسي. نروح للتالت. ايوه بيشارك بس مش بنفسه، يبقى عن طريق برانش. بس للاسف انت هتطلب مني ان البرانش يبقى اسمه على اسم الايه يا جماعه؟ القرش. قالوا لا ليه اسم اسهل. انا قلت لهم الاسهل بالنسبه لي يبقى على اسم القرش. قال لي لا. ليه بقى؟ المفروض انت تطلع برانش يبقى اسمه سوبرفيشيال بالمر برانش على اسم القرش. وده فعلا اللي حصل. بس يا جماعه لقوا البرانش وهو نازل، هنعرف انه بينزل وبيوصل للبالمر. هو ده امر طبيعي لان القرش اسمه بالمر. بيبقى لازق في نيرف، بيبقى في نص القبر بالظبط. حد فاكر النيرف اللي في نص القبر كان اسمه ايه؟ الميديان. فقالوا ما دام لازق في الميديان نيرف، بدل ما نقعد نقول عليه سوبرفيشيال بالمر برانش نقول يبقى احط علامه صح لانه بيشارك عن طريق برانش بس كمنه لازق في الميديان نيرف. بنسمي البرانش ميديان ارتري اهو كده. تعالى ندخل على القرش الاخير
اللي اسمه ديب برمر. واحد الريديال بيشارك، ايوه بيشارك بس مش عن طريق بلاش، بنفسه. الله ايوه بيشارك عن طريق برانش كالعادة على نفس اسم القرش. يعني ننتظر ان البرانش يبقى اسمه ايه يا جماعة؟ ديب بالما. يبقى فاضل الانتيريور انتر اسس اللي عمل لنا مشاكل، وعلى فكرة هو اللي بدأ المشكلة. اول مرة كان بيشارك بس بنفسه، بعد كده بيشارك بس عن طريق برانش مش على اسم القرش، بيبقى لازق في الميديا النير. فقلنا نسميه ايه يا جماعه؟ ميديا الارتر. اكمنه كان مزعج الفتره اللي فاتت، حلفت ما هو مشارك، فقلت هنحط علامه اكس. استنى بقى عشان انت ما تحتارش مين بيشارك بنفسه، لان بص كده للجدول، بنفسه بنفسه بنفسه. طبعا بنفسه هي نفسها المكون الايه يا جماعه؟ الاساسي. وصل بينهم كده بخط اهو. شايفين يا جماعه كونكت فور؟ عارفين كونكت فور؟ عارفينها؟ ما علينا، مش مهم ما علينا، ولا كونكت ولا بتاع. بص خليكم معايا يا جماعه، ما بشرحوا لبعض اللعبه. لو انت بصيت هتلاقي التلاتة بنوصلهم ببعض بخط مائل. أهو شايف التلاتة بيسلموا بعض إزاي يا جماعة؟ ده بنفسه هنا عشان ما تتلخبطش، وده بنفسه، وده بنفسه. بس على فكرة أنا ما رضيتش أعمل الخط في المذكرة، أنت هتعمله بإيدك. ليه؟ أنا خايف كنت أعمل الخط أنت تفتكر إن الجدول مشطوب. الله دكتور الجدول والله كتر خيره، شاطر الجدول بنفسه. لا يا حبيبي، انت اللي بايدك تعمله. انا قلت لكم مره ايه؟ هبردكم المره دي. دلوقتي يا جماعه بمنتهى البساطة لازم الجدول ده يبقى في قصاد عينك، ده يفك لخبطة غير عادية كان ممكن تحصل. تعالوا كده يا جماعة ما دردش معاكم شوية. هو أول شريان ده اسمه إيه؟ اللي ذاكر الجدول يعرف يطلع لي ثلاث برانشات للشريان. إيه هو؟ لا حاولوا كده نقولهم كلنا سوا، اسميهم برمر كاربل، ايه وايه كمان؟ ودورسال كاربل، وايه كمان؟ وسوبرفيشال برمر. ولو انا سالت كيف ينتهي الريديا الارض تقول لي ينتهي بتكوين عرش اسمه ايه؟ ديب برمر. يلا يا جماعه نذاكر الارنر اللي هناخده الحصه الجايه. حد يعرف يقول في الارنر من غير ما ذاكر ثلاث برانشات ويقول لي بيخلص ازاي؟ اول برانش اسمه ايه؟ طب وتاني برانش اسمه ايه؟ طب وتالت برانش اسمه ايه؟ ولو سالتك كيف ينتهي الارنر ارتري تقول لي عن طريق تكوين ارش اسمه ايه؟ سوبرفيشال برضه. طب برضه الحصه الجايه ساعتها هسأل سؤال بخمسة جنيه والإجابة هي. أنت لغاية دلوقتي ما تعرفش الأنتيريور إنتر أوسيس بيطلع منين، ما تعرفش، مش هتعرف تحصلي أصلاً. حد يقدر يقول لي الأنتيريور إنتر أوسيس بيطلع منه كام برانش؟
اثنين ولا ثلاثة؟ اصل ده كان بنفسه، سوري انا اتلخبطت. طب مين الاثنين؟ بالمر كاربال لا يا حيل، ما اسمه السوبرفيشال بالمر. قلنا كان ده اسهل لي، بس وهو نازل بيبقى لازق في الميديا النيرف اللي في النص، فقالوا خلاص ما دام لازق في النيرف نسميه على اسمه، فبدل ما نسميه على اسم الارش سميناه ميديان. ايه يا جماعه؟ بدا يبقى عندك معلومات. انا هسيب الجدول طول الحصه. هو يا جماعه الريديال ارتري ما دام اسمه ريديال يبقى ناحيه الريدياس ولا الالما؟ اكيد الريدياس. يعني ميديال ولا لاترال؟ لاترال. طب هو الريديال، لان الشيطان شاطر وانا بذاكر. الريديال ارتري بيبدا فين في الارم بالظبط؟ بيبدا شبه الارم، هو موجود في الارم اصلا. ده بدايته. اصل خايف تفتكره زي النرفات، اما كانت بتبدا في الاكزله. ده ما بي النرفات بتبدا في الاكزله عشان كانت بتطلع من بريكال بلكسس، انما انت النهارده شرايينك بدايتها الفور ارم لانها طلعت من شريان اسمه ايه يا جماعه؟ بريك. عشان كده عايز افكرك بحاجات خدناها في الفور ارم. كنت برسم عظمه الهيومرس تاني اهي من شطر من غير ما اقول ميديال فين ولاترال فين. الكره بتبقى ميديال ولا لاترال؟ لاترال. ما خدناش زمان اكتر عضله لاترال في الفور ارم، اكتر عضله لاترال في الفور ارم كانت بتبدا في الارم اهي، وكان اسمها بيريكيوراديالس. وساعتها كسرت القاعة الحصة اللي فاتت. دكتور انت يا دكتور مش مصور من قدام؟ قلت لك اه يا حبيبي ايوه انا مصور من قدام. طب امال بقى يا دكتور العضلة دي ظاهرة ازاي؟ اذا كنت بتقول لنا العضلة دي من ضمن عضلات الباب. ساعتها قلت لك العضلة دي على اللاترال سايد هنا. اللاترال سايد لو انت صورت من قدام بيبان، وبرضه لو صورت من ورا بيبان، يبقى البريكيوراديالس هي اكتر عضله في الفور ارم على اللاترال سايد. وبعد كده ما تنساش ان انت مصور من قدام. اول حد فاكر في الفور ارم كان في كم عضله قدام؟ ثمانيه. اول خمسه كانوا سوبرفيشال. لو سمحت تحاول تفتكر معايا اول عضله في الخمسه كانت مثلثه الشكل اهي. ما دام مثلثة تبقى تريانجولر، بتبدا بحرف التي، ساعتها سميناها تيرس. كانت مسؤولة عن الوضع ده، وعشان كده سميناها بورونيتور تيرس. ملهاش محل من الاعراب معايا النهارده خالص. طب امال انت يا دكتور جايب سيرتها ليه؟ الشاطر بقى اللي يفكرني
مين العضلة في الترتيب اللي كانت بعد البرونيتور تيرز على طول؟ أظن كان اسمها مادام قدام فليكسور كارب راديالس. فليكسور عشان قدام، كاربي عشان بتوصل للكارب البول، وراديالس عشان ناحيه عظمه مين يا جماعه؟ الرادياس. رحت جاي شايل البرونيتور تيرز دي، ما تلزمنيش في حاجه. هو يا جماعه الشريان اللي اسمه ريديال ارتري، ما دام اسمه ريديال يبقى على الميديال سايد ولا اللاترال سايد؟ اللاترال سايد. حتى بدا عند الرقبه بتاعت الريدياس اللي عند اللاترال سايد. الريديال ارتري فأول الحصة بدأ هنا تحديدا أهو. طب ما هو كده مفيش حاجة بتغطيه، كده يا جماعة معرض لخطورة رهيبة والراجل عايز ينزل. أظن مفيش قصاد غير إنه يستخبى تحت أكثر عضلة قريبة ليه اللي هي أكيد اسمها إيه يا جماعة؟ بريكيولاديالس. وفعلا بدأ يستخبى تحت البريكيولاديالس أهو. عشان كده بدأت أرسمه إيه يا جماعة؟ منقط. يبقى الراجل ده بيفهم. أما لقى نفسه معرض لخطوره قال ما استخبى تحت عضله، وفعلا نقى عضله اسمها بريكيوراديالس واستخبى ديب ليها. اقول لكم زي مين بالظبط؟ لا الراديال ما كانش بيوصل تحت، قصدكم زي السوبرفيشيال برانشو اوف ريديال نير. طب وبعدين يا دكتور؟ هو استخبى، ما انا عارف انه استخبى اهو. بعد كده كرر الغلطه تاني، راح جاي سايب العضله. يا ابني ما انت لما سبت العضله رجعت سوبرفيشيال تاني ومش متغطي غير بجلد وفاشيه. طب مين يقول لي اما ساب العضله هنا وبقى متغطي بجلد وفاشيه بس بقى بين عضله ايه وعضله ايه حسب الرسمه؟ اظن بقى بين البريكيوراديالس والفليكسور كاربي. ايه يا جماعه؟ رادياليس. ايوه في الحته دي بيبقى سوبرفيشيال. اديكوا الدليل. انتوا خدتوا في الفسيولوجي حاجه اسمها بلسيشن. يعني ايه بلس؟ النبض. دايما كنا بنلاقي في الفيلم امام حمدي بالذات كان دايما فتح الشاشه الاول في فتره من الفترات، كان أشهر كلمة إيه؟ كلمة إيه؟ بص إنكوا في حاجة، اسكتوا، أنتوا مش عارفين حاجة أصلاً. ولا في علم ولا في غير علم. بلسيشن؟ بصوا يا جماعة، الدكتور بيجي بالثلاث صوابع دول ويجي عند عظمة الريدياس من تحت ويبتدي يعد النبض بتاع ساعتك بطريقة معينة تاخدوها في الفسيولوجي. عارف لو الشريان، طبعا يا جماعة ما دام جه عند عظمة الريدياس وبدأ يعد يبقى بيعد النبض بتاع الشريان اسمه ايه؟ طبعا ريدياس. عارف لو الشريان في الحتة دي مستخبي تحت عضلة؟
مش هيعرف يحس النار. يعني انا متاكد ان الشريان في المكان ده بيبقى سوبرفيشال ومتغطي بجلد وفاشية ويبقى بيه الفليكسور كاردياليس والبريكيو. ايه يا جماعة؟ رادياليس. اذا انت شفت بعينك. مين شاطر يقول لي لغاية اللحظة دي هو الشريان، هي الرسمة دي من قدام ولا من ورا؟ يعني لغاية اللحظة دي الشريان واحد على الترانسايد صح، اتنين الشريان قدام مظبوط. طب وبعدين؟ ايوه الشريان قدام وعلى الترانسايد، وعشان ابقى متاكد زياده بدات ارسم الفور ارم اهو. لو ده الفور ارم صحيح يبقى اللي تحت دي ايد سعادتك، واكتر صابع لاترال في ايد سعادتك الصمت، وادي بقيه الصوابع اهي. استناني بقى، ركز بقى معايا. هو احنا قلنا الشريان موجود ميديالي ولا لاترالي؟ لاترالي. قدام ولا ورا؟ قدام. الشريان اهو موجود لاترالي وقدام. من شاطر يقول لي تتوقع الشريان يروح فين بعد كده؟ هو موجود قدام انا شايفه وعلى اللاترال سايد، انا بسالك هيدن قدام ولا يرجع ورا؟ وإذا قلت قدام تقول لي هيروح فين، ولو قلت ورا تقول لي هيروح فين، قول إيه؟ فاكرين يا جماعة؟ المكان اللي خدناه ورا بتاع الشمس كان اسمه اناتوميكال سناف بوك. احد محتوياته كان شريان اسمه ريديال. يبقى انا حضر اخلي الشريان يلف ويرجع ورا، ما قعدناش هنشوف كده. الشريان موجود في محطتين، واحد ركزوا معايا قوي يا جماعه، موجود في الفور ارم من قدام حصل اهو، وبعد كده لف رجع ورا ووصل تحديدا لمنطقه الشم اللي اسمها اناتوميكال سناب بوكس. يعني موجود في محطتين. من شاطر يقول لي هل تتوقع دي هجيبها يبقى رائع، هل تتوقع ان الشريان بعد ما رجع ورا احتمال يخلص ورا في الدرس؟ انا ما اعرفش، انا مش مذاكر. واحتمال يضطر تاني يطلع البالط. هيروح البالط. هيروح البالط ليه؟ عشان هو المكون الاساسي بتاع الديب بالمر. معنى كده ان الشريان بتاعنا موجود في ثلاث محطات اساسية. المحطة رقم واحد كان موجود في الفرع وتحديدا من قدام،
وبعد كده اضطر يروح ورا، وتحديدا للاناتوميكال سناب بوكس، يعني كان موجود في الدورسام اوف هاند. وبعد كده عشان انا مذاكر الجدول توقعت انه لازم يروح البلم قدام تاني. امال هيبقى المكون الاساسي للديب بالمر ازاي؟ يبقى المحطة الثالثة موجود في البالم اوف هاند. ادي الثلاث محطات الاساسية. بس انت لما كنت تسألني سؤال تقول لي انت قلت يا دكتور انه راح ورا في الاناتوميكال سناب بوكس، وقلنا صح، وبعد كده قلت بيطلع للبلم تاني، ازاي؟ اصحيح ازاي يا جماعه ابقى في الدورسام وبعد كده افاجئ ان انا في البلم؟ مفيش انسجه، مفيش اي عقبه في طريقه خالص. لو سمحت تعرف الاسم الجديد ده، حد فكر؟ الخمس عظمات دول كان اسمهم ايه؟ ميتا كربل، لازقين في بعض تماما ولا بينهم سبيسس؟ كل سبيس اسمه انتر اوسياس سبيس، اسمه انتر لانه بين عظمتين، واوسياس يعني عظم. ده على فكره كده السبيس اسمه على نفس اسم الغشاء. الاتنين كان اسمهم ايه يا جماعة؟ انتر اوسياس. طب مين شاطر يقول لي هما كانوا كم ميتا كربل يا جماعة؟ خمسة. يبقى منهم كم سبيس؟ اربعة. طبعا السبيسس هتاخد ارقام من واحد لاربعة. اعد ازاي؟ من لترا للميديا. طب استنى، يعني اكتر واحد لاترال هو السبيس رقم واحد. طب هو الشريان بتاعنا ميديال ولا لاترال؟ يبقى يوم ما يحب يغير مكانه يقدر يمشي في السبيس رقم واحد اللي بين الميتا كاربال بون رقم واحد والميتا كاربال بون رقم كام يا جماعه؟ اتنين. يعني هيستخدم الانتر اوسياس سبيس رقم كام؟ واحد. ايه السبيس ده؟ بيبقى فاضي يا دكتور زي ما انت قلت. حد يعرف يجاوب؟ كان في عضلات الهند، فاكرين العضلات اللي كان اسمها دورسال انتر اوسياس؟ يبقى لازم يخترق عضله اسمها فيرست دورسال انتر اوسياس. المهم ان هو كده موجود في ثلاث محطات: محطة الفور أرم من قدام، محطة الدورسم وتحديدا منطقة الشام، محطة البلم في الآخر. الحصة اللي فاتت خدنا نيرف اسمه ريديال نيرف، وقلت ضروري تعرف عدد البرانشات. حد فاكر الريديال نيرف كان بيدي كام برانش؟ متوزعين على كم محط؟ أربعة. طريقة التوزيع ازاي؟ أول محطة اتنين، وآخر محطة اتنين، واللي بينهم الفرق بينهم اتنين. قلت لك لو جالك أي حاجة اسمها ريديال لازم تعرف عدد برانشات. وفعلا
النهارده بناخد الراديال ارتري، لازم نعرف عدد البرانشات وركز معايا. لو عرفت البرانشات بتاعت الشريان تقدر يحصل. يلا يا جماعه، برانشات الراديال ارتري 8. اخر محطه كانت في النيرف كام برانش؟ 2. وبرضو هنا 2. المحطة اللي فوقيها برضو 2. وأول محطة مجموعهم 4. معنى كده إن عدد برانشات الشريان 8، أول محطة 4، اللي بعد كده 2، وآخر محطة 2. ده أنت ممكن تقع وقعة سودا كلك ليه؟ بصوا يا جماعة، أنا بعد ما ذاكرت الجدول قدرت أطلع من الجدول كام برانش يا شباب؟ 3: بالمر كاربل ودورسال كاربل وسوبرفيشال ايه؟ بالمر. هو انت فاكر ان اللي اسمه بالمر لازم يطلع في البلمر؟ مين اللي قالك كده؟ طب ما ممكن يطلع في الفور ار ويبقى ينزل يروح البلمر ويبقى قد وظيفته. طب ما دي مشكله، ده انا مش عايز اعرف الثمانيه وامشي، لازم اعرف بيطلعوا في انهي محطه من الثلاثه. علشان ما اتلخبطش، اول محطه في الفور ارم المفروض يطلع فيها كام برانش يا جماعه؟ 4. بنحفظهم ازاي عشان ما اتلخبطش، مع ان انا ممكن اجيب ناس منهم من الجدول؟ بنيجي في المحطه دي ونرسم علم. علم يا جماعة، علم علم. وطبعا مش هلاقي علم أحسن من علم بلدنا الحبيبة. شفت الوطنية؟ شفت الوطنية؟ حد يسجل دي، اشمعنى مسجل الباقي؟ طبعا مش هلاقي علم أنسب من علم مصر. ما تبقاش رخم وتقول لي ناقصة حرف. يا رخم علم مصر، مصر كده حد فاضي مصر؟ علم مصر لو سمحت تحاول تفسر معايا. علم، يا ترى العلم يشبه حرف ايه في الحروف الهجائيه؟ انهي بيه؟ الخفيفه ولا التقيله؟ ما شاء الله. العقبي طبعا البي التقيله برانش اسمه بالمر كاربل. شفت اللي اسمه بالمر كاربل ما طلعش في البال، ده طلع في محطة مين يا جماعة؟ الفور ار. ادي واحد، نكمل. ادخل على كلمة مصر. الان هو يا جماعة الشريان كان نازل مستخبي تحت عضلة، واما بقى سوبرفيشال كان بين عضلة وعضلة. يعني الشريان كان بيه عضلات ولا لا؟ لازم يغذيه. يبقى الام اسمه ماسكولار برانش. رائع. نكمل. الاس اهو سوبرفيشال بالمر. شفتوا كنت هقع ازاي؟ انا فاكر اتنين اسمهم بالمر هيطلعوا في البالم، طلعوا بيطلعوا فين يا جماعه؟ يبقى علم
بالمر كربال والإن ماسكولار والإس سوبرفيشيال بالمر يبقى ندخل على حرف مين يا جماعة؟ الآر. يبقى تعالى مش مذاكر الحتة اللي هطلبها منك الحصة الجاية، يبقى تعالى تعالى براحتك. فاكرين يا جماعة في الترم الأول كنا خدنا أنستموزس حوالين مفصل القلب. الأنستموزس ده كان في شرايين بتنزل من فوق وشرايين بتطلع من تحت. طبعا اللي بيطلعوا من تحت اكيد بيطلعوا لا اما من الرديا لا اما من القمر. وساعتها قلت ما دام طالع من تحت يبقى اسمه ريكرم. الرديا كان بيدي احد هذه الشرايين بدون ما ندخل في تفاصيل، وساعتها كنت بسميه ريديال، يعني برضو على نفس اسم الشريان بس كمنه طالع من تحت. وانا قلت طالع من تحت يعني ريكرم، ساعتها بنسميه ريديال ريكرم. لو سمحت تسمع الأربعة معايا، الأربعة بتوع علم مصر. العلم يعني إيه يا جماعة؟ بالمر كاربر. طب والإم يعني إيه؟ ماسكولار. طب والإس يعني إيه؟ سوبرفيشيال بالمر. طب والأر اللي كان بيطلع من تحت عشان يشارك في الأنستموزس طبيعي نسميه ريديال إيه يا جماعة؟ إذن الأربعة بتوع الفور أرم خلصوا. وكده يبقى فاضل لي برانشين في محطة الدرسم وبرانشين في محطة مين يا جماعة؟ البار. ما تفوتهاش. تعال نشوف هنجيب البرانشات. جايز علم مصر في الفور ارم خدمتني شويه. تعال نشوف هنا هنتصرف ازاي. نتفق اللي حضر معايا النرفات، حد فاكر كنا بنقسم ايدينا ازاي؟ كنت برسم خط تخيلي. حد فاكر الخط اللي كان بيقسم ايديا كنت برسمه في أي صابع من الخمسة؟ كنت برسمه في الصابع رقم أربعة اللي بنلبس فيه الخاتم اللي اسمه رينج. وساعتها كانت ايديا بتتقسم لتلتين وتلت، والتلتين بيطلع معاها تلاتة ونص، والتلت بيطلع معاها قد ايه يا جماعة؟ بس كلامنا في النربات. النهاردة بناخد شرايين يا جماعة مش نربات. تعال نشوف نظام الشرايين دي. برضو برسم ايد سعادتك. إد سعادتك اهي، ادي الصابع اللي اسمه صابع، وادي الصابع اللي بعد الصابع، وادي اللي بعديه الصابع الرابع الخامس، ادي الاربع صوابع بتوع إد سعادتك. ما اقدرش ارسم حاجه اكبر من كده بصراحه. انا كنت ارسم لك ايه؟ عارفين بقى التقسيمه هتبقى ازاي؟ رحت جاي راسم الضوافر
هو يا جماعة مرسم الضوافر يبقى ده برسم ولا بعض؟ هو أنا لو بشتغل نرفات هنعمل الخط التخيلي في الصبع رقم 4 اللي كان اسمه رينج ايه يا جماعة؟ فينجر. ده دي النرفات. الشرايين برسم الخط في الصبع التاني. الصبع التاني كان اسمه اندكس، السبابة اللي بنشاور بيها. وكده ايه ده؟ اتقسمت لتلت لاترال وتلتين ميديان، والتلت اللاترال طلع مع صابع ونص، والتلتين الميديان كم صابع؟ يعني التقسيمه اتعكست. في النرفات كان بيطلع تلتين لاترال وتلت ميديان، لا المرة دي التلت طلع لاترال والتلتين ايه يا جماعة؟ ميديان. على فكرة النظام ده مش في الدرسم وبس، وبرضه في البلم دلوقتي نفس النظام، نفس الخط التخيلي. اقول لكم بقى التلت ده ومعاه الصابع ونص من ناحيه الضرسه وبالمره من ناحيه البطن كمان، من ناحيتين، مسؤوليه اكتر شريان لاترال وهو الريديال ارتري. يعني الريديال ارتري حسب التقسيمه المفروض يطلع برنشات عشان خاطر مين؟ عشان خاطر التلت اللاترال ومعاهم صابع ونص، سواء من ناحيه الدرسم او من ناحيه مين يا جماعه؟ البلط. هتقول لي وبقيه الاماكن مين اللي بيغذيه؟ مالكش دعوه النهارده، خلينا في الريديال بس. طب ما احنا ما وصلنا في الريديال كنا وصلنا لمحطه الدرسم، وصلنا لمحطه مين يا جماعه؟ البلط. حد فاكر الدرسم المفروض نطلع كام برانش؟ اتنين. هنحط خط تحت كلمة درسم، يبقى اللي يرضيني المفروض البرانشات اللي تطلع يبقى فيها كلمة ايه يا جماعة؟ درسم. وفعلا أول برانش أهو في الجدول كان اسمه درسم كاربال برانش، يبقى أنت عرفت واحد كان موجود في الجدول ولازم تفتكرهم الاول بكلمه درسم، ويبقى اول برانش اسمه درسم كربل. اقول لك هجيب البرانش التاني ازاي؟ من قبل ما اجيبه المفروض ان انت عرفت وظيفته. أكيد هيبقى مسؤول عن التلت ده ومعاه كم صابع يا جماعة؟ 1.5. البرانش أهو وفعلا كده مسؤول عن الصابع ونص أهو. المشكلة البرانش اسمه إيه؟ طب هو اللي فات كان اسمه ايه؟ دورسال كارب. برضو ده اسمه دورسال. طب كويس، هو مين اقرب عظم
للكربون يا جماعة. الميتاكربون يعني يا دوب انت هتنزل الكربون وتحط عليها كلمة ايه يا جماعة؟ ميتا. يعني المفروض يبقى اسمه دورسال ميتاكربون. طب مين يقول لي الدورسال ميتاكربون ده موجود وسط لاترال اهو، يستحق رقم اول واحد ولا رقم خمسة؟ مش احنا بنعد من لاترال على طول؟ يبقى ده اسمه دورسال ميتاكربال. يبقى البرانشين، بصوا يا جماعه هجيبهم ازاي واحده واحده. هنحط خط تحت كلمه دورسال، يبقى البرانشات اللي تطلع لازم يبقى اسمها دورسال. انا لقيت نفسي احتمال افتكر اول واحد اهو في الجدول اهو، كان اسمه دورسال ايه يا جماعه؟ كربال. وانا متوقع وظيفتي التاني انه يبقى مسؤول عن التلت ومعاه كم صابع؟ واحد ونص. بس المشكلة اسمه او شبه الاولاني. كلمة دورسال خدناها تاني، وكلمة كربال خدناها تاني، بس زودنا عليها ميت، بقى اسمه دورسال ميتاكربال. وعلشان الميتاكاربال كتير ادينا له لقب واحد بقى اسمه فيرست دورسال ميتاكاربال. وكده يبقى فاضل البرانشين اللي في محطة مين يا جماعة؟ البر. استنى، انت عارف وظيفته؟ نفس الصورة عشان ما نرسمش كده، بس المرة دي هشيل الضوافر. مش مهم بقى يا جماعة اشيلها في كل الصوابع، اعتبرها اهي اهي. عشان حد يقول لي دي ازاي؟ اهي. هو انا بعد ما شلت الضوافر ده بقى رسم الدرسم ولا بل؟ بل. طب وانت عارف وظيفة البرانشات؟ برضه بنفس الطريقة تبقى مسؤولة عن التلت ومعاها كم صابع يا جماعة؟ واحد ونص. تعال نطلع في المكان ده برانشين ونشوف البرانشين دي. تعالوا يا جماعة نفهمهم وبعد كده نحاول نحفظهم سوا بطريقة كده. واحد، انت عارف ان البرانشين طلعوا ونزلوا المفروض يبقوا مسؤولين عن كم صابع؟ واحد ونص. اول برانش اهو، شوفوا يا جماعه بيتقسم حتتين ازاي. هو كده بقى مسؤول عن صابع اسمه ايه؟ صابع. والبرانش التاني اهو، كده بقى مسؤول عن صابع اسمه كله ولا نص؟ نص. يبقى المشكلة اسم البرانشين. تعال أول نحاول نحفظه. البرانش اللي بيخدم الصمب ده يعتبر غطى الصمب كله الناحيتين، يبقى هو الأساسي بتاع الصمب. حد فاكر اي حاجه تخص الصمب اللي فيها رقم ايه؟ يبقى المفروض البرانش ده اسمه بوليسيس. ده مش كده وبس، ده هو الاساسي بتاع الصمب، لانه ادى الناحيتين. مش كلمه اساسي يعني مين؟ صح، او بيزك. صح. حد يعرف كلمة تانية الاساسي؟ برنسبل. البرنش ده اسمه برنسبل.
بوليسس يعني الأساس بتاع الصمت، عشان كده اسمه برنسبل. ايه يا جماعة؟ بوليسس. يبقى المشكلة البرانش الأخضر بيدي صابع اسمه اندكس، يبقى لازم يبقى اسمه انديسس. طب استنى، هو بيدي الاندكس كله ولا نصه؟ نصه الميديال ولا اللاترال؟ طب هو اللاترال يبقى ناحية الأرنا ولا الريدياس؟ عشان كده بيسموه رادياليس انديسس. يبقى البرانشي الأساسي بتاع الصم اسمه برينسيبال بوليسس، واللي بيدي نص الاندكس لازم نسميه انديسس. وما دام نصه اللاترال يعني ناحيه الراديوس، عشان كده بنسميه رادياليس. ايه يا جماعه؟ انديسس. يا ترى لو انا افتكرت عباره اقدر احفظ البرانشين دول؟ ازاي؟ بدون تفاصيل. انت لو واحد شتمك في الشارع ما بتستناش، جاهز. قال لك انا اللي كذا، ده انت اللي كذا وابن كذا وابن جاهز انت. كان زمان ايام الملك شغل البرنسات بقى والامراء، الامير ما يطلعش منه لعيبه. البرن حتى لو اتشتم انت، طبعا لو انا قلت لك لا يا واد ده راجل كبير عيب كدس، كبير على نفسه يا دكتور، مش اضربه انا اضرب. الاخلاق اتغيرت. كان في زمان برنس اسمه بولس، وطبعا بولس ده اسم حتى كريستيان ممكن يبقوا زمايلنا يعني. بولس ده كان مره تهاجم زمان كتير. كل اللي عمله بولس ايه؟ وهو كان برنس من الامراء، طب ممكن ده يطلع يا جماعه ويقعد يبهدلك. كل اللي عمله كان بيجي في الجرنان وبينزل كده رد بس. حتى لما حد كان بيسال هو عمل ايه؟ بص عمل ايه؟ البرنس. ما هو كان برنس فعلا. بولس اهو. تعالوا نشوف عمل ايه البرنس بولس ده باخلاقه العاليه. البرنس بولس رد شتمته، رد سبابه شتمته. طب ما هم دول البرنشات يا جماعه، ازاي؟ برنس. يبقى ده البرنسبال بولس. بولسس. يبقى ده واحد. طب خد بقى رد سبابه، رد رادياليس سبابه الصبع اللي كان اسمه ايه؟ اندكس. يبقى البرنش اسمه رادياليس انديسس. افتح المذكرة. خلي بالك النهارده مش على بعضك. ها؟ حلوة جدا. الفاضل من الحصة دي بقول. يلا يا جماعة. صفحة اخر حصه في القبر ان شاء الله يوم السبت والحد باذن الله. معنى كده ان في اجزاء كتير من المذكره مشطوبه يا جماعه. حد 236 احتمال يكون في حد معلمش نقطه معينه. 236
السطر رقم 2 اقرا كده معايا of injury to the radial nerve اشطر above the level of origin of its posterior interosseous branch اشطب الحته دي كل الناس بقى اتعلم معايا هات بقى صفحه هات صفحه ميتين أربعة واربعين ميتين أربعة واربعين مكتوب للفهم اقرا كده معايا راديال ارتري موجود في ثلاث محطات بالترتيب وهم واحد فرانتو اوف فور ار افتح اقواس جنبيها واكتب يعطي اربع فروع يعطي اربع فروع اتنين جنب كلمة اتنين او رقم اتنين اكتب ثم لازم تكتبها اكتب ثم اتنين دورسام اوف هاند افتح اقواس يعطي فرعين يعطي فرعين تلاتة اكتب جنب رقم تلاتة ثم كمان بالم اوف هاند افتح اقواس اكتب يعطي فرعين يعطي فرعين الانر ارتر اللي تحتيه حط علامة استفهام لسه ما خدناهوش 245 مشطوبة 245 مشطوبة ركز معايا قوي اتوزع عليك ورقة بره رقمها ايه؟ اقطع 246 اللي في المذكرة سيب اعمل فيها سندوتشات اقطع 246 واقطع بالراحة بالراحة يا لهوي على النفوس باينة اه والله اهو 246 اقطعها وحط 246 الجديدة اوعى ما تدبسهاش بعد كده هات 247 في عندك تحت عنوان اسمه برانشز اوف ريديال ارتري صح؟ اللي فوقيه كله مشكوك اللي فوق عنوان البرانشز مشكوك هات السطر الرابع من تحت سوري الثالث من تحت بيبدأ بكلمة بروفاندا براكيال حط تحتي خط هقول لكم تعملوا فيه ايه دلوقتي حطوا خط واكتبوا الذي يخرج من البريكيال ارتري الذي يخرج من البريكيال ارتري ايه اللي بالصفحة السطر الخامس مكتوب in the dorsum of hand حط كلمة dorsum في دايرة أول برانش ما تسبقنيش اسمه dorsal carpal حط كلمة dorsal في دايرة وحط خط بلون مختلف تحت كلمة carpal انا عارف ان انا حاطط خط لا انت حط خط تاني ايه اللي بعديه فرس حط خط حط دايره حوالين كلمه درسه وحط خط تاني تحت كلمه كربل واكتب على رقم اتنين
الرسم صار 252. السطر اللي عليه الدور مكتوب إن ظبل مغفل اكتب انظر خلف الصفحة، انظر خلف الصفحة. فوت ثلاث سطور. السطر اللي بعديه عنوان اسمه سيرفيس اناتومي، صح؟ انتوا قلتوا بتعرفوا ايه يا اخويا؟ انا جاي اسحب حط علامة استفهام. من اول السيرفيس اناتومي لغاية اخر الصفحة مشطوب. هات بقى خلف الصفحة. محدش يسبقني. اكتب فوق اندكس، اكتب كده اندكس يساوي، قبل العبارة دي قلت ما حدش يسبقني، اكتب اندكس يساوي السبابة. لازم تبقى عارف ان الصابع اللي اسمه اندكس اسمه بالعربي السبابة. انزل شوية بقى في سطر واحد، اكتب بعد السب والقصف في الصحف حطها في صندوق، اعمل زي ما بقول لك كده بالظبط. انزل شويه سطر جديد من اول السطر، اكتب بقى برنس بالعربي بولس، وطلع سهم رد سبابه. اهي هنعمل ايه بقى؟ حط خط تحت برنس وخط تحت بولس واجمعهم بسهم واحد، اكتب برنسبل بوليسس، برنسبل بوليسس. كتبتوها يا جماعة؟ حط خط تحت ردة وخط تحت سبابه واجمعهم بسهم واحد برضه. رادياليس، رادياليس انديسيس. استنى، انت كده كتبت برنسبل بوليسس ورادياليس انديسيس، صح؟ ارجع حط خط تحت برنس في كلمة برنسبل، الكلام ده هننساه يا جماعة، وحط خط تحت كلمة بوليسس، وتعالى في الرادياليس حط خط تحت ردة بس ار اي دي، وحط خط تحت انديسس. هات 250 اشطبها. 251 مشطوبة. مع لا استنى استنى استنى، بصوا يا جماعه الحصه الجايه هنسمع الريديا الارض، احنا بنختم الامر. زائد زائد من المذكره الاولى، سوري من المذكره الثانيه ولا ايه؟ المذكره الثانيه، اكتب السؤال ده تيجي مذاكره المره الجايه. اكتب برانشس، برانشس اوف بريكيال ارتري اند، دول مش حاجتين، دول نفس الحاجة اللي فاتت. برانشس اوف بريكيال ارتري اند انستموزس اراوند ذا إلبو. مع ألف سلام عليكم.